بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم أبنائي الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في حصة أخرى من مكون القراءة مع حرف جديد. تلامذتي الأعزاء، هيا بنا نتعرف حرفنا الجديد. على بركة الله، تابعوا معي حفظكم الله. شجرة، شرقي، شتاء، منشار، مشمش، شموع. استمعوا جيدا، سأعيد قراءة الكلمات. شجرة، شرقي، شتاء، منشار، مشمش، شموع. ما الصوت المشترك في هذه الكلمات؟ نعم، تفضلي. الصوت المشترك في هذه الكلمات هو صوت حرف الشين. جيد بنيتي. حسنا، لا شك أنكم تعرفتم حرفنا الجديد لهذا اليوم، أليس كذلك؟ نعم، تفضل بني. حرفنا لهذا اليوم هو حرف الشين. ممتاز ولدي. نعم، حرفنا لهذا اليوم هو حرف الشين. أحسنتم. والآن انظروا معي إلى الكلمات الآتية. من يقرأها؟ نعم، تفضلي. شمعة، شحرور، شربيل. أحسنت بنيتي. ما هو صوت الحرف الأول في هذه الكلمات؟ نعم، تفضل. صوت الحرف الأول في هذه الكلمات هو صوت حرف الشين. جيد بني. لاحظوا معي، شمعة تتضمن حرف الشين مع الفتحة. حرف الشين مع الفتحة يقرأ ش. شحرور تتضمن حرف الشين مع الضمة. حرف الشين مع الضمة يقرأ شو. والكلمة التالية شربيل تتضمن حرف الشين مع الكسرة. حرف الشين مع الكسرة يقرأ شي. حسنا، من يقرأ؟ نعم، تفضلي. شمعة، ش. شحرور، شو. شربيل، شي. جيد بنيتي، أحسنتم أبنائي. أعزائي، لننظر معا إلى الكلمات الآتية. شاطئ، بشوش، نشيد. شاطئ، بشوش. نقول الوجه البشوش هو الوجه المبتسم الضاحك. نتابع. نشيد. ما هو صوت الحرف الممدود في هذه الكلمات؟ نعم، تفضلي. صوت الحرف الممدود في هذه الكلمات هو صوت حرف الشين. جيد صغيرتي. حسنا، من يقرأ الكلمة الأولى ويستخرج حرف الشين مع حرف المد؟ نعم، تفضل. شاطئ تشمل حرف الشين مع المد بالألف. حرف الشين مع المد بالألف يقرأ شا. جيد بني. من يتابع؟ تفضلي. بشوش تتضمن حرف الشين مع المد بالواو. حرف الشين مع المد بالواو يقرأ شو. أحسنت بنيتي. من يكمل؟ نعم، تفضل. نشيد تشمل حرف الشين مع المد بالياء. حرف الشين مع المد بالياء يقرأ شي. جيد بني. من يقرأ؟ تفضلي. شاطئ
بشوش شو نشيد شي. أحسنتي صغيرتي، ممتاز. أعزائي التلاميذ، خذوا كتاب القراءة وافتحوه على الصفحة 110. أخذتم جميعا الصفحة؟ جيد، تابعوا معي، سأقرأ التعليمة الأولى. أرفع يدي إذا سمعت صوت حرف الشين. أرفع يدي إذا سمعت صوت حرف الشين. كبش كبش. أحسنتم، في كلمة كبش نسمع صوت حرف الشين، إذن نرفع اليد. سمعوا جيدا. تيس تيس. جيد، في كلمة تيس لا نسمع صوت حرف الشين، إذن لا نرفع اليد. التيس هو ذكر الماعزة. نتابع. شبل شبل. ممتاز أبنائي، في كلمة شبل نسمع صوت حرف الشين، إذن نرفع اليد. الشبل هو صغير الأسد. والآن هيا بنا نتعرف أشكال حرف الشين. الحرف في أول الكلمة. شحرور شو، حرف الشين في أول الكلمة. شمس شا، حرف الشين في أول الكلمة. الحرف في وسط الكلمة. فراشة شا، حرف الشين في وسط الكلمة. عائشة شا، حرف الشين في وسط الكلمة. الحرف في آخر الكلمة. طربوش شن، حرف الشين في آخر الكلمة منفصل. مشمش شن، حرف الشين في آخر الكلمة متصل. حسنا، من يقرأ؟ نعم، تفضل بني. الحرف في أول الكلمة. شحرور شو، شمس شا. الحرف في وسط الكلمة. فراشة شا، عائشة شا. الحرف في آخر الكلمة. تربوش شن، مشمش شن. جيد بني، أحسنتم أبنائي. والآن نمر إلى التعليمة الثالثة. أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال. مشمش مش مي شن. حسنا، من يجزئ الكلمة الأولى؟ تفضل بني. شربيل شر بي لون. جيد، من يكمل؟ تفضلي. شموع شو مو عن. جيد بنيتي، من يتابع؟ تفضل. عشرون عش رو نا. ممتاز بني، أحسنتم أعزائي. أبنائي الأعزاء، أعيد قراءة الصفحة 110 مع التركيز على حرف الشين مع الحركات القصيرة والتنوين. وصلت حصتنا إلى نهايتها، استودعكم الله، وإلى اللقاء في حصة قادمة بحول الله.